يتابعون فيها. تواصل الاحتجاجات في السودان تنديدا بأحداث الأبيض، والمجلس العسكري يقرر تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى. زيارة وفد عسكري إماراتي إلى إيران تثير حالة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي في ظل التوترات في منطقة الخليج. أخطر طفل في العالم فلسطيني ذو 5 سنوات استدعته سلطات الاحتلال للتحقيق. والمعارض المصري عصام سلطان يتم 6 سنوات في الحبس الانفرادي في سجون السيسي. كل هذا وأكثر في هاشتاغ فتابعونا. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من هاشتاغ. ندعوكم دوما أن تكونوا ضيوفا مباشرة على الهواء عبر حساب سكايب إيجي مباشر، وبإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابينا على تويتر وفيسبوك في اختيار موضوعات الحلقة والتعليق عليها، فشاركونا. والبداية من السودان، حيث تتواصل الاحتجاجات بأنحاء السودان للتنديد بمقتل طلاب برصاص قوات الأمن خلال مظاهرات بمدينة الأبيض أمس الاثنين، فيما قرر المجلس العسكري تعطيل الدراسة في المدارس اعتبارا من الغد وحتى إشعار آخر. مزيد من التفاصيل حول تناول منصات التواصل السودانية للتطورات الأخيرة بالسودان ينضم إلينا زميل مصطفى الشيخ، والذي يصحبكم في جولة مع ما تداوله وغرد به ناشط السودان. إليك مصطفى. أهلا بك حياة، وأهلا بكم مشاهدينا. نبدأ بآخر التطورات، حيث أعلنت وكالة الأنباء السودانية عن تعطيل الدراسة اعتبارا من يوم غد وحتى إشعار آخر، بناء على قرار من المجلس العسكري. قرار تعطيل الدراسة يأتي بعد تواصل الاحتجاجات في العديد من مدن السودان للتنديد بمقتل طلاب برصاص قوات الأمن خلال مظاهرات بمدينة الأبيض أمس الاثنين. من جانبها، حملت قوى الحرية والتغيير المجلس العسكري المسؤولية وأجلت التفاوض معه رغم تنديده بما حدث. وأعلنت في بيان تمسكها بمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم كافة وبالحق في التظاهر والتجمع والاعتصام. كما أعلنت السلطات السودانية تعليق الدراسة في جميع مدارس ولاية كسلة إلى أجل غير مسمى، دون أن توضح سببا للتعليق، وذلك بعدما طالبت لجنة المعلمين، أحد المكونات الرئيسية لتجمع المهنيين المجلس العسكري، بضرورة تعليق الدراسة حتى تكوين حكومة مدنية حفاظا على أرواح الطلاب والطالبات، وهو المطلب الذي استجاب له المجلس العسكري كما ذكرنا قبل قليل. دعونا نتابع هذه الصور الحية التي ترد إلينا من العاصمة الخرطوم، حيث شهدت عدة مدن سودانية مسيرات احتجاجية تنديدا بمقتل الطلاب برصاص قوات الأمن أمس خلال مظاهرات بمدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. حتى هذه الدولة السودانية تقوم في مكانتها الطبيعية في قيادتها. هذه صور حية تأتينا من الخرطوم الآن، وهي في مظاهرات واحتجاجات لما حدث في مدينة الأبيض في شمال كردفان أمس الاثنين بعد مقتل طلاب الثانويات في وسط المدينة. التنديد بمقتل الطلاب بمدينة الأبيض لم يتوقف عند المسيرات الاحتجاجية، بل انتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدر هاشتاغ الأبيض تنزف، وغردت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلسون كينغ: من غير المقبول أن يتم قتل أطفال أبرياء أرادوا أن يعبروا بشكل سلمي عن سعيهم للحصول على مستقبل أفضل في ظل سودان جديد ينعم بالحرية والديمقراطية.
لابد من أن يتم التحقيق في مثل هذه الأعمال وأن تتم محاسبة المسؤولين عنها بكل شفافية تعازي الخالصة لأهالي الضحايا. المدون السوداني ياسين أحمد: مجزرة القيادة العامة ومجزرة الأبيض والسوكي والمجازر والانتهاكات مستمرة وستستمر ما دام الطرف المفاوض يغض الطرف عن الفاعل وهو المجلس العسكري الجنجويدي القاتل الأبيض تنزف. وكتب الصحفي السوداني حافظ نقابو: العودة إلى الشارع مجددا لتحقيق مطالب الثورة والاقتصاص للشهداء قرار اتخذه الشارع وعبر عنه بوضوح. المطلوب الآن موقف من تجمع المهنيين وحلفائه. وعلق حمور زيادة: مذبحة الأبيض يجب أن يتم تدويلها، لا تسمح لهم بأن يكون قتل أطفالنا شأن داخلي، ولا تسمح للمجتمع الدولي بالهروب من مسؤولياته. حاربوهم في كل الجبهات، عولوا على الشارع لكن حاربوهم في كل الجبهات. ودون رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير: الدم المسفوح في الأبيض وما قبله هو دمنا جميعا، الرصاص لن يوقف زحف شعبنا نحو الحرية والعيش الكريم، إرادة الثوار إرادتنا ولن تسمح بإفلات القتلة من العقاب، الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والعزاء لأهاليهم. بينما تساءلت المدونة السودانية نور: هل ممكن القصاص بدون قضاء نزيه؟ هل ممكن قضاء نزيه بدون حكومة مدنية؟ إذن ماذا لو صعد الشارع وضغطت قوى الحرية والتغيير ليتم إنجاز التفاوض وتكوين حكومة مدنية على وجه السرعة، طرد الشارع والأهم القصاص؟ وغرد صاحب هذا الحساب خروج هذه المواكب الهادرة في كل بقاع السودان تنديدا بمجزرة الأبيض دليل على أن السودان ينتفض من جديد ضد المجلس العسكري الذي هو امتداد لحكومة البشير. في حين تداول الناشطون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو جديدة توثق بدء إطلاق النار على المتظاهرين أمس بمدينة الأبيض، حيث لقي 8 مواطنين سودانيين مصرعهم بعد الخروج في مسيرة احتجاجية لطلبة الثانويات. دعونا نتابع هذا الفيديو. رئيس المجلس العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان أكد في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي أن مقتل المتظاهرين في مسيرة الأمس في الأبيض بولاية شمال كردفان أمر مؤسف وحزين، معتبرا أن قتل المواطنين السلميين غير مقبول ومرفوض وجريمة تستوجب المحاسبة الفورية والرادعة. كما تحدث البرهان عن تفاصيل المحاولة الانقلابية التي كشف عنها المجلس العسكري سابقا. دعونا نتابع جزءا من تصريحات البرهان التي أذاعها التلفزيون السوداني قبل قليل. ما حدث في الأبيض وما حدث قبله كلها أمور مؤسفة. نحن يعني لا أحد يرضي بأن يموت أو يقتل أي شخص من الشعب السوداني. فنحن يمكن دي واحدة من الدوافع اللي دفعنا أن نوقع بعجل ما يمكن أو نتفق بعجل ما يمكن عشان نعيد الحياة لطبيعتها. المحاولة الانقلابية كانت قائمة وعندها أركان مكتملة وتمت، نحن عندنا أدلة وبيانات أنه تم التأجيل في كل مرة، تتأجل لمدة أسبوع، تتأجل لمدة 10 يوم حتى منتصف يوليو. كثير من الأسماء أو من الناس المشاركين أو المتورطين ما أفصحنا عنهم، لكن في قيادات تتبع للتيار التيار معلوم، قيادات نافذة أو مؤثرة أو أساسية في التيار. القوات المسلحة نحن كلنا نسعى دائما أن نبعد بها وننأى بها من الاستقطاب السياسي، لأنه معروف أنه العسكريين أو الجيش، حتى الجيش السوداني ده معروف أنه ما فيه ناس عندهم أحزاب أو عندهم ولايات حزبية.
متى ما دخلت الحزبيه او الولاءات للقوات المسلحه او للقوات النظاميه قطع الشك ستنحرف وستكون عندها ولاءات متعدده ولا امال الوطن. فتطهير الناس المحزبين في القوات المسلحه لا يحتاج الى ذريعه ولا يحتاج الى سبب عشان الناس يصفبوه. الناس في اي وقت الناس اكتشفوا انه في زيد من الناس او عبيد عنده ولاء سياسي لجهه جسم غير الوطن او غير القوات المسلحه يجب ان يبعد من القوات المسلحه. الان الناس يتحدثوا عن تنافس بين الدعم السريع او بين القوات المسلحه، لا يوجد تنافس بين الدعم السريع والقوات المسلحه، الاثنين جسم واحد من اجزاء القوات المسلحه. احداث الامس في مدينه الابيض اثارت انقساما بين المدونين بشان عمليه التفاوض بين المجلس العسكري وقوى الحريه والتغيير، حيث غرد الناشط وائل عابدين الحل ليس ايقاف التفاوض وانما تسريع وتيره التفاوض والوصول الى تسلم السلطه المدنيه. التغيير لن يحدث في يوم واحد بل هي عملية مستمرة. وغرد الناشط السوداني أحمد مقلد المجهود الذي بذل حتى الآن في ملف التفاوض مجهود جبار تجاه مدنية الدولة وليس تجاه مشاركة السلطة مع العسكر. تبقى الإعلان الدستوري ليتوج الإطار العام للمرحلة الانتقالية، وأي تأخير سيستفيد منه العسكر فقط. الدماء التي فقدناها غالية، لكن ضمان حقهم يأتي عبر وصولنا للمدنية. وعلق مبارك محمد أمام قوى الحرية والتغيير خيارين لا ثالث لهما، إما تقديم الوثيقة الدستورية ليوقع عليها المجلس العسكري بدون أي تفاوض أو الانسحاب من المفاوضات وتفويض الشارع للتصرف. أنصاف الحلول أثبتت أنها لا تجدي نفعا مع هذا المجلس. وكتب المدون السوداني وائل عمر الدين الحل ليس إيقاف التفاوض وإنما تسريع وتيرة التفاوض والوصول إلى تسلم السلطة المدنية. التغيير لن يحدث في يوم واحد بل هي عملية مستمرة. ليرد عليه صاحب هذا الحساب وأين القصاص وعلى ماذا التفاوض وعلى أي أساس نجلس في مكان واحد مع القتلة بينما تتفاوضون هنالك أطفال يقتلون. يجب أن تتحركوا بتصعيد أو عصيان شامل. التفاوض لا ينتج أي إلا مزيد من الدم، ماذا استفدنا منه إلى هذه اللحظة وما زال المجرم طليقا. وكتب الطيب أحمد عليكم بالإسراع في انتهاء التفاوض لأن التباطؤ فيه ضرر للثورة وتمكن المجلس الانقلابي أكثر يرتب صفوفه عندما سينقلب عليكم، لا زالوا يقتلوا المواطنين. فيما غرد الترتيل الناس اللي بتشن في حملات تخوين وبتنادي بوقف التفاوض نهائيا يا دون خطة واضحة 1 2 3 لإسقاط المجلس العسكري عشان نركب معاكم في الموجة، أو أوقفوا الحملات اللي ما عندها معنى سوى أنها تزيد الانقسام في الشارع وتوسع الهوة بين مكوناته. ودون زهير المجلس العسكري وضع قوى الحرية والتغيير في موقف صعب، التصعيد والتوقف عن التفاوض هو ما يريده وما رمى إليه بدءا من مجزرته. مواصلة التفاوض يعني مزيد من التنازلات والابتعاد عن الشارع وأهدافه. أخيرا الفنان محمد بدوي أبو صلاح نشر أغنية في رثاء ضحايا الأبيض يقول فيها يما ما تبكي أنا لسه ما مت أنا لسه حي بس ماتت الجثة. دعونا نتابع مقطعا من هذه الأغنية. أنا يما لسه حي بس ماتت الجثة ماتت فهم جواي وأنا باقي في سكة ماتت فهم جواي وأنا باقي في سكة جثة القيادة هناك وأنا ماتت في اللستة جثة القيادة بس يما ما تبكي. والآن
الآن عودة مرة أخرى للزميلة حياة لاستكمال باقي فقرات هاشتاغ. إليك حياة. نعم شكرا لك مصطفى. وإلى منطقة الخليج العربي، فعلى وقع التوترات التي تشهدها المنطقة بشأن تأمين الملاحة في مضيق هرمز، تفاجأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي بزيارة وفد عسكري إماراتي إلى طهران لبحث التعاون الحدودي بين البلدين. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية إرنا عن قائد خفر السواحل الإماراتي محمد الحبابي دعوته إلى التنسيق المتواصل مع إيران لضمان سلامة خطوط الملاحة في منطقة الخليج العربي. وأضاف الحبابي في بيان مشترك مع نظيره الإيراني اللواء قاسم رضائي إن تعزيز العلاقات مع إيران بإمكانه ضمان أمن المياه الخليجية. هذا وقد أثارت زيارة الوفد العسكري الإماراتي إلى طهران جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، فالكاتب السعودي سلطان طيار غرد قائلا تتواتر العلاقة بالأردن، فيقوم الصديق بتوثيق العلاقة به ويستضيف قادته في جلسة عائلية يكسر فيها البروتوكول. تدفع مليارات الدول لتسحب سفرائها من إيران بينما سفارة الصديق مستمرة. يقاطع بشار فيفتح الصديق سفارة في دمشق. تشتد الحرب مع إيران فتذهب وفود الصديق إلى طهران للتنسيق الأمني. مضيفا في تغريدة أخرى تنشئ تحالف لدعم الشرعية فينشئ صديقك فصائل للتمرد عليها تدعم وحدة بلد مجاور أمن وطنك من أمنه واستقراره، فيتوعد صديقك بتقسيمه وإدخاله في الفوضى. تحشد جيش للتقدم في الخطوط الأمامية فيفتح صديقك جبهة تشغلك في الخطوط الخلفية. هكذا تكون الصداقة، ولا احنا فاهمين الصداقة غلط؟ بالمناسبة اليوم هو اليوم العالمي للصداقة. كما وغرد سعيد ثابت قائلا للذكرى أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في حوار مع وكالة تسنيم وهي الوكالة الرسمية الإيرانية، قال فبراير الماضي الإمارات ليس لديها موقف منسجم بالكامل مع السعودية وفيها حكام يرسلون رسائل تعاون مع طهران لتذليل سوء التفاهم بيننا. لم يلتقط صانع القرار السعودي كل تلك الإشارات. فيما كتب النائب الكويتي ناصر أدويلة قائلا الإمارات أرسلت وفودها لإيران في محاولة لتهدئة التوتر معها بعد أن ظهر جليا أن ترامب خراط حكي وبريطانيا عاجزة عن حماية سفنها، وأن سبب التوتر في الخليج هو تهديدات الغرب وخطف سفينة إيرانية في جبل طارق ومحاولة منع تصدير النفط الإيراني. لذلك قررت الإمارات التواصل مع إيران وتهدئتها. عبد الله العوفي هو الآخر غرد قائلا فعلا سياسة النفاق تظهر ولو بعد حين. من الشروط للصلح مع قطر قطع العلاقات مع إيران، والحبايب مع الإيرانيين مسويين بالدور. الحرب على اليمن الزجب السعودية لاستعدائها من إيران، والحبايب انسحبوا من الحرب وغرقت السعودية. لهذا الحد تثق السعودية في أبو ظبي. مدير المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية القطرية أحمد أرميحي غرد قائلا هكذا هم الصغار عندما يعون حجمهم الحقيقي، مذكرا بتصريح سابق لوزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش قال فيه إن الإمارات لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديد إيران. كما ودون الإعلامي القطري جبر الحرمي قائلا في أقل من شهرين أبو ظبي توجه ضربة ثانية إلى الرياض، أعلنت عن انسحاب أو إعادة تموضع في اليمن، واليوم وفد الإمارات الأمني يجثو على ركبتيه في طهران تاركة السعودية تغرق في أزمتها. أبو ظبي حليف غادر، وعلى الرياض انتظار المزيد من طعنات الغدر. الإعلامية القطرية إلهام بدر غردت هي الأخرى قائلة إيران والإمارات في بيان مشترك تؤكدان ضرورة ضمان أمن مياه الخليج، ما رأي السعودية يا ترى؟ ولماذا ليست في البيان المشترك؟ أم أنها ليست معنية بأمن مياه الخليج؟ وأخيرا دون هذا الحساب قائلا نحاربهم في اليمن ونصافحهم في طهران، كيف لا تسألني؟ هذا وإن كانوا يحاربونهم في اليمن. الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله أثار حالة من الجدل بتغريدة كتب فيها لا أصدقاء لإيران اليوم سوى النطيحة والمتردية والموقوذة وما أكل السبع. حساب تركي الشلهوب رد على عبد الخالق عبد الله مغردا قائلا له صورة لبعض هؤلاء النطيحة والمتردية والموقوذة وما أكل السبع، وفد إماراتي عسكري في طهران اليوم لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين والنهوض بالعلاقات الدبلوماسية. عبد الخالق عبد الله اشتهر بتغريداته المثيرة للجدل، وكان آخرها تغريدة كتب فيها
لن يكون هناك يمن موحد موحد بعد اليوم. المدير العام السابق للإسسكو عبد العزيز التوجري غرد اليوم ردا على تغريدة عبد الخالق عبد الله التي كتبها بالأمس، وقال فيها: من يتمنى أن ينقسم اليمن ربما يتمنى أن ينقسم غيره، فلتات اللسان تكشف مكنون الجنان. مشاهدينا فصل قصير فابقوا معنا. نعم، هذا الصاروخ الاستطلاع الرابع، 4 صواريخ ذات استطلاع استهدفت مبنى فضائية الأقصى، نسف مبنى غرب مدينة غزة فندق الأمل القديم. إذن الآن يتم استهداف المبنى بصاروخ خامس، قصف أكثر من مبنى في مدينة غزة، فضائية الأقصى وبعد ذلك عمارة الرحمة والآن فندق الأمل القديم. تابعنا وإياكم الآن في صورة حية ومباشرة كما نتابع الآن عبر الجزيرة مباشرة. أهلا بكم من جديد وإلى الأراضي المحتلة، حيث أثار استدعاء قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس طفلا فلسطينيا يبلغ من العمر 5 سنوات للتحقيق أثار سخطا وتهكما بين الفلسطينيين. الطفل محمد عليان توجه برفقة والده وبضع عشرات من المقدسيين صباح اليوم إلى مركز للشرطة الإسرائيلية بالقدس، حيث أبلغ الوالد بتراجع الشرطة عن قرار الاستدعاء الذي صدر بدعوى رشق الطفل بالحجارة مركبة تابعة للاحتلال في بلدة العيساوي شرق القدس. دعونا نتابع هذا المقطع، نتعرف أكثر عن قصة محمد عليان، أخطر طفل في العالم في نظر السلطات الإسرائيلية بالطبع. الحضور الشعبي والإعلامي دفع الشرطة الإسرائيلية إلى رفض دخول الطفل محمد عليان إلى مركزها، واكتفت بالتحقيق مع والده وتحذيره. بالطبع أثار مشهد توجه الطفل إلى مركز الشرطة وهو يحمل كيس من الحلوى مشاعر العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لكن ما أثارها أكثر كان قيام قوات الاحتلال باستدعاء طفل آخر وهو قيس فراس عبيد والذي يبلغ من العمر 6 سنوات، وهو من بلدة العيسوية في القدس المحتلة، حيث سلمت قوات الاحتلال ذوي قيس استدعاء للتحقيق معه بزعم رشقه أي قيس الجنود بالحجارة. تعليقا على الأمر، غرد أدهم أبو سلمية قائلا: صدق أو لا تصدق، شرطة العدو الصهيوني تستدعي الطفل محمد ربيع عليان 5 سنوات للتحقيق معه بتهمة إلقاء الحجارة على مركبة صهيونية. نعم، هو نفس الاحتلال الذي قتل الجسد البريء إيمان حجو ومئات من أطفال فلسطين، وهو نفسه من يعتقل المئات منهم اليوم خلف القضبان. الكاتب ياسر الزعاتر غرد بقوله: غزاة يرعبهم الحجر في يد طفل صغير، لعله الخجل بجانب الضغط الإعلامي هو ما دفع الضابط الصهيوني إلى رفض إدخال الطفل المقدسي محمد عليان للتحقيق، واكتفى بالتحقيق مع والده
مع تهديد الأخير بأخذ طفله منه في حال كرر ضرب الحجارة. هذا هو الكيان الصهيوني. هشام الأعور غرد قائلاً: هي أوهن من بيت العنكبوت، فاسألوا محمد ربيع ليان الفلسطيني ابن الأربع سنوات الذي رمى حجراً على الصهاينة فأصابهم بشرطتهم وهيبتهم وقوتهم. طفل زاخر بالعزة الفلسطينية أرهب الكيان الذي استدعاه للتحقيق والتهم والتهمة برشق الحجارة على دورية صهيونية. وبشأن استدعاء الطفل الآخر قيس فراس، غردت شيرين عيساوي قائلة: انتهاك النصارخ لحقوق الطفل. استدعاء آخر للطفل قيس فراس عبيد من حي العيساوية غدا الأربعاء لدى شرطة الاحتلال في مدينة القدس بتهمة إلقاء الحجارة. ابتسامة قيس فيها 1000 رسالة للاحتلال: سآخذ زوادتي كيس شوكولاتة وأذهب للمحقق وأقول له لن تخيفني ومن حقي أن أعيش طفولتي. معتز أبو ريدة غرد قائلا: الاحتلال يتمادى في إجرامه واستهتاره بكل الأعراف الدولية وحقوق الإنسان والأطفال ويظن أنه سيرهب هذا الجيل. وإلى مصر، حيث أتم السياسي المصري المعارض عصام سلطان 6 سنوات داخل محبسه منذ اعتقاله في العام 2013. محاميه أحمد أبو العلا ماضي نشر منشورا عبر حسابه على فيسبوك، قال فيه: اليوم يكمل الأستاذ عصام سلطان 6 سنوات بالتمام والكمال في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في 29 يوليو 2013، وممنوع عنه زيارات الأسرة منذ حوالي 2 سنين وزيارات المحامين منذ 3 سنوات تقريبا بالمخالفة لكل الشرائع والقوانين. ويعد السياسي والنائب السابق في البرلمان المصري عصام سلطان أحد أهم معارضي السيسي في مصر، حيث شارك في اعتصام ميدان رابعة تعبيرا عن رفضه للانقلاب العسكري ليتم اعتقاله في 29 يوليو 2013. هذا وقد تداول المدونون في مصر واسم الحرية لعصام سلطان، وذلك لتعبيرهم عن تضامنهم مع النشط المصري الوزير السابق محمد محسوب. غرد بقوله: في مثل هذه الساعة من 6 سنوات اختطفت قوات ملثمة أخي وصديقي النائب عصام سلطان المحامي الشجاع الذي لم يتأخر يوما عن الدفاع عن مظلوم أو عن حقوق الوطن أو عن مطالب الشعب في ثورة يناير. وكتب الباحث السياسي صالح النعامي قائلا: عندما يذكر عصام سلطان تنتصب في الذهن معالم منظومة قيمية قل مثيلها، فتحضر معاني النبل والشهامة والأنفة والجرأة في قول الحق وعدم التهيب عن دفع ثمنه. من هنا فليس من المستهجن أن يتعرض هذا الحر الأبي لما يتعرض له في سجون الطاغية الصغيرة، وكم رجل يعد بألف رجل وكم ألف تمر بلا عداد. كما دون دكتور محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف السابق قائلا: قبل 6 سنوات من الآن اعتقل المحامي والبرلماني عصام سلطان، وتتعمد إدارة السجن النيل من عزته وشموخه بزيادة التضييق عليه وحرمانه من أبسط حقوقه، وما هي إلا فترة لن تفت في عضده ولن تنال من عزمه، وسيخرج بعدها عزيزا وليس هذا غريبا على سجون مصر. ليلى هي الأخرى غردت قائلة: الحرية لعصام سلطان بأي جرم سجن، اللهم فك أسره، حرام ما تفعله أم الدنيا في أولادها. ودونت أحلام قائلة: عندما أنظر لمسيرة عصام سلطان قبل السجن وثباته بعد السجن أشعر بالفخر بمهنة المحاماة. عبد الرحمن هو الآخر كتب قائلا: من أفضل الأقلام وأصدقها، رجل يعرف معنى الرجولة رغم خلافه مع الإخوان، قال كلمة الحق ووقف مع الحق ودفع وما زال يدفع الثمن، لم يتراجع لم يتنازل، رجولة شموخ عزة نفس. الحرية لعصام سلطان. إلى السعودية، حيث نقلت صحف محلية أن وزارة الإعلام بدأت بحجب المواقع الإلكترونية التي تحمل أسماء قبائل أو مدن أو أماكن عامة. وحسب صحيفة سبق السعودية فإن وزارة الإعلام ستبدأ أيضا في ملاحقة حسابات القبائل على سناب شات والمنتديات والمدونات المشابهة، وأن هذه القرارات تأتي تطبيقا لنظام النشر الإلكتروني الذي أقر مؤخرا. الخبر أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة بين مؤيد ومعارض. محمد الأحمري غرد قائلا: صحف القبائل هي عبارة عن نواد لتبادل الأخبار وتقديم واجب العزاء والتهنئة في الأفراح كالتخرج أو الزواج أو ما في ذلك.
أو ما في حكم ذلك، وليس لصحف القبائل أي نشاط سياسي أو أدلجة فكرية أو جنوح عنصري. برأيي الشخصي، وزارة الإعلام التي أخفقت في مواكبة المرحلة صبت جامها على صحف القبائل التي هي متنفس فقط. العمري أو العمري غرد قائلا: أسماء قبائلنا أو قبائلنا فخر وشرف لنا، تكون في نهاية الاسم ولا يرفضها شيء إلا من يحس أو يحس بالنقص والفشيلة في أصلي وعروبتي ومعدنه. وش هالوزارة والعالم الفضية اللي لقيناه في صحف مواقع وسناب القبائل أفضل بكثير مما يقدمه أجانب الوزارة، على الأقل القائمين عليها من ربعنا وينتمون لبلادنا حب وولاء. هذا الحساب غرد قائلا: تتخبط وزارة الإعلام في هذا القرار، القبائل جميعهم لا يأتي منهم إلا كل خير، ووقفوا مع الملك عبد العزيز في تأسيس هذا الوطن، وأبنائهم اليوم على الحد الجنوبي يحق لهم تسمية صحف بأسمائهم دون عنصرية. ما الجريمة التي ارتكبها هؤلاء عندما يتم ذكر اسم الملاحقة؟ فهيد العجمي غرد قائلا أو مؤيدا للقرار ما قامت به وزارة الإعلام من حجب صحف ومواقع إلكترونية بالإضافة إلى حسابات سناب شات وغيرها ممن يحمل أسماء القبائل والمناطق والمدن، تعتبر خطوة مهمة وأتت بوقتها لوأد الفتنة التي تسببت بها التقنية الحديثة من عارات وتصادمات وصراعات مخالفة للدين والوطن بين أبناء القبائل والمناطق. أخيرا أحمد الشيخي غرد قائلا: يعني يا معالي الوزير، ما لقيت غير هذه الأمور، خلص حليت كل مشاكل وزارة الإعلام. والله استغرب من بعض الوزارات وتعمد استفزاز المواطنين، كم بالأولى يا معالي الوزير الاهتمام بما هو أهم. نهاية هذه الحلقة من هاشتاغ، لكم تحياتي أنا حياة اليمن، وإلى اللقاء.